بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة الأنعام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، إلى قوله: لتستبين سبيل المجرمين، ففيها مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذه الآيات من سورة الأنعام، من قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكرون، إلى قوله سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ففيها مسائل. الأولى: أمر الله سبحانه رسوله أن يخبرهم بأنه بريء ممن ادعى خزائن الله. نعم، الله له خزائن السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، لا يشاركه فيها أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الخلق إلى الله، قال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. خزائن الله بيده سبحانه، لا يشاركه فيها أحد ولا يأمر عليها أحد سواه، وهذا تمام الإخلاص والتوحيد لله عز وجل. ففيه الرد على الذين يدعون أنهم يملكون، أو أن الأولياء يملكون شيئا من خزائن الله، وأنهم ينفعون ويضرون ويعطون ويمنعون، فهذا هذه الآية فيها الرد عليهم. إذا كان الرسول لا يملك شيئا من خزائن الله فكيف بغيره؟ نعم. المسألة الثانية: إخبارهم البراءة ممن ادعى علم الغيب. إني بريء مما تشركون، الذي ولا عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، هذا فيه أن علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من ادعى أنه يعلم الغيب أو أن أحدا من الخلق يعلم الغيب فقد أشرك بالله عز وجل، أشرك بالله وكفر بالله عز وجل. الرسول لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، الرسول ما يعلم الغيب، فكيف يدعى لأحد من ما يسمونهم بالأولياء والصالحين أنهم يعلمون الغيب؟ هذا كفر بالله عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسل، يطلع الله رسله على شيء من الغيب لأجل يكون ذلك معجزة لهم ودليلا على صدق رسالتهم، والله هو الذي أطلعهم على ما يشاء سبحانه وتعالى، ولم يطلعوا هم على الغيب. نعم. المسألة الثالثة:
إخبارهم بالبراءة من دعوى أنه ملك، وأنت ترى من ينتسب إلى العلم كيف اعتقاده في هذه المسائل المعاكسة. ولا أقول إني ملك، لم يدعي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ملك من الملائكة، وإنما هو بشر، بشر مثلهم من بني آدم، وليس ملكا من الملائكة. الملائكة جنس آخر من خلق الله من عالم الغيب، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. فرق بين البشر وبين الملائكة. نعم. المسألة الرابعة اقتصاره على ما يوحى إليه، واليوم العلم عند أكثر الناس هو هو. ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب. إذا كان الرسول لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، وكيف بهؤلاء الذين يدعى لهم أنهم يعلمون الغيب؟ فأين قول البوصيري في الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، يعني يوم القيامة ما يلوذ إلا بالرسول، يعني نسي الله سبحانه وتعالى. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل يا زلة القدم، يعني لا ينقذ من شدائد يوم القيامة إلا الرسول. هذا غلو والعياذ بالله، لا ينقذ منها إلا الله سبحانه وتعالى، شدائد الدنيا والآخرة. فإن من جودك، هذا بعد أشد، من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعض جوده. هل يعني أين الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال: ومن علومك علم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به مقادير الخلائق. هل هذا إلا محادة لله عز وجل وكفر بالله؟ نسأل الله العافية. وسببه الغلو، الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول حذر من هذا، قال: إنما أنا عبد، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تغلو في مدحي كما غلت النصارى في مدح المسيح عليه السلام. إنما أنا عبد من عباد الله، فقولوا عبد الله ورسول. هو عبد لكنه رسول، يعني الله شرفه بالرسالة. هذه خصيصة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا هو بشر مثلنا. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني تميز بأنه يوحى إليه، يوحى إليه، والله يطلعه على ما يشاء من الغيب لإقامة الحجة على العباد. فهذا سببه الغلو. أين اللي يدعي أن علم اللوح والقلم من علم الرسول، يعني بعض علم الرسول؟ إذن ما ترك لله شيئا، تعالى الله. السبب في هذا هو الغلو والعياذ بالله، الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الخامسة أن الذي يقتصر على الوحي هو البصير، وضده الأعمى، ومن يدعي العلم بالعكس في هذه المسألة والتي قبلها. ولست أعني العمل، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي هو القرآن والسنة النبوية. فهو لم يأتي بشيء من عنده، إنما أتى من عند الله عز وجل، والرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وهو القرآن والسنة.
يتبع إلا ما يوحى إليه. ثم قال قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أعمى الضلالة المراد، ما هو بعمى البصر، المراد عمى الضلالة والعياذ بالله. الذي يدعي علم الغيب هذا أعمى، وأما الذي يقول إن الغيب لله لا يطلع عليه إلا هو سبحانه فهذا هو البصير. هل يستوي الأعمى الضال المنحرف والبصير الذي يتبع الوحي يتبع القرآن؟ هذا هو البصير، بصائر للناس، القرآن بصائر للناس. نعم. أن الذي يقتصر على الوحي هو البصير وضده الأعمى، ومن يدعي العلم بالعكس في هذه المسألة والتي قبلها. من يدعي العلم بالغيب ويدعي أنه يملك شيء من خزائن الله هذا بالعكس، هذا هو الأعمى. وإن كان سليم البصر فإن قلبه أعمى، والله جل وعلا يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. ولست أعني العمل بل عقيدة القلب. نعم، هذه عقيدة القلب. فمن اعتقد أن أحدا يعلم الغيب، اعتقد أن أحدا يعلم الغيب أو أنه يملك شيئا من خزائن الله غير ما يعطيه الله فهذا يعتبر مشركا بالله عز وجل، وهذا سببه الغلو في المخلوقين ورفعة المخلوقين فوق منزلتهم، وهذا هو الذي سبب هلاك الأمم. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم. يقولون المسيح ابن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. نبينا حذر من هذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأجل سلامة العقيدة من الشرك والكفر بالله عز وجل. فالغلو آفة، الغلو في الأشخاص أو الغلو في الأمكنة أو الغلو في الدين بالتشدد والتزيد على الدين، كل هذا هلاك والعياذ بالله. لما أهلك من كان قبلكم الغلو، والمطلوب التوسط بين الغلو وبين التساهل، الوسط بين الغلو في الدين والتشدد في الدين وبين التساهل في الدين، هذا هو الدين الوسط الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغلو خطير في أي شيء، خطير. نعم. المسألة السادسة حثه سبحانه على التفكر الذي هو باب العلم كما حث عليه سبحانه في غير موضع. أفلا تتفكرون، هذا حث على التفكر في آيات الله القرآنية وفي آيات الله الكونية يستدل بها على قدرة الله وعلى عظمته سبحانه، ما يمر الإنسان عليها وهو غافل أو يعتبر هذا من باب النزهة، تنزه ويشوف الأرض وما فيها باب النزهة فقط، لا، يتفكر في هذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه، كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لا يتفكرون فيها، فهذا من الغفلة عن التفكر في
مخلوقات الله سبحانه وفي آياته القرآنية. نعم. المسألة السابعة: الإنذار الخاص لهذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتذكرون. أنذر به أي بالقرآن، أنذر بالقرآن الذين يخشون ربهم سبحانه ويتذكرون، وأما غيرهم فهؤلاء لا فائدة في إنذاره لأن الله أعمى بصائرهم. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتذكرون. عجائب سبحان الله، القرآن عجائب لمن تدبره ووقف عند آياته وعند براهينه. ليس المراد أنك تختم القرآن، ليس المراد أنك ترتل القرآن فقط، بل التدبر، تدبر القرآن هذا هو المقصود. إنما تلاوة القرآن وترتيل القرآن هذه وسيلة للتدبر والاعتبار، فلا تقف عند مجرد تحسين الصوت وترنم بالقرآن وترتيل القرآن، أو تتوقف عند أنك تختم القرآن 10 مرات أو 20 مرة ولا تتدبر ولا ما استفدت شيئا. هذه الطريقة ما استفدت شيئا من القرآن. نعم. المسألة الثامنة: أن من فقدهما لم تنفعه النذارة. من فقد هاتين المسألتين وهي التدبر للقرآن والعمل به لم تنفعه الآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم. المسألة التاسعة: فائدة الإنذار وثمرته واحتياج هذه الطائفة له. لعلهم يتذكرون، هذه الفائدة. أنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، يتقون الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة العاشرة: النهي عن طرد المتصفين بما ذكر. نعم، تصفين بهذه الصفات التي ذمها الله سبحانه وتعالى، هذه هي التي سببت لهم الإعراض عن كتاب الله وعمى البصيرة عما فيه. الإنسان إذا سمع القرآن يتدبر، وإذا قرأ القرآن يتدبر، يتدبر آياته أفلا يتدبرون القرآن. والقصد، وقال جل وعلا: وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استماع للقرآن أيضا يحتاج إلى أن الإنسان يحضر قلبه ويخشع عند القرآن ويتدبر القرآن، يستفيد من القرآن. نعم. المسألة الحادية عشرة: عظم شأن صلاة العصر والصبح. نعم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة صلاة الفجر، والعشي صلاة المغرب. هاتان الصلاتان فيهما حياة للقلب لمن أداهما على الوجه المطلوب. قال تعالى: ولا تطرد الذين، نهي للرسول صلى الله عليه وسلم. سبب النزول
أن كفار قريش وأكابر قريش قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أردت منا أن نجلس معك ونستمع منك فاطرد ضعفاء المسلمين مثل صهيب وعمار وبلال، إن ما نجالس هؤلاء، ما نجالس هؤلاء العبيد وهؤلاء الفقراء، اطردهم عن مجلسنا. الرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه على دعوتهم هم أن يقول لهؤلاء الصحابة: خلوا لكم مجلس آخر، هم بذلك، فعاتبه الله ونهاه عن ذلك: لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه، تطع الكفار تبعدهم عن مجلسك، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فنهاه الله عن ذلك. نعم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، خلاص عندهم خلاص لله عز وجل، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. لو طردهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكان من الظالمين. نعم. المسألة الثانية عشرة: عظمة الإخلاص. أعد ال 11. نعم. مسألة 11: عظم شأن صلاة العصر والصبح. عرفنا. نعم. 12: عظمة الإخلاص. نعم، يريدون وجهه، عظمة الإخلاص في قوله يريدون وجهه، يعني لا يريدون شيئا سواه. نعم. 13: كون الأمر اليسير كثيرا كبيرا مع الإخلاص. الغداة والعشي يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا عمل يسير لكنه كبير عند الله سبحانه وتعالى مع الإخلاص، فالعمل اليسير مع الإخلاص كثير، والعمل الكثير مع عدم الإخلاص هباء منثور لا فائدة فيه. نعم. ما ليس العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة الإخلاص في العمل لله عز وجل. نعم. 14: ذكر القاعدة الكلية المأخوذة منها هذه الجزئية وهي: لا تزر وازرة وزر أخرى. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، هذا مثل قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، مثل قوة مثل هذه الآية، أن ما يجني جان إلا على نفسه، فأنت لا تحاسب عن عمل غيرك ولا ينفعك عمل غيرك، لا ينفعك إلا عملك، هذه قاعدة عظيمة: لا تزر وازرة وزر أخرى، كل يتحمل عمله، له عمل، له عمله الصالح وعليه عمله السيء، ولا ينفع أحدا أحدا يوم القيامة، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. نعم. 15: أن طردهم يخاف أن يوصل الرجل الصالح إلى درجة الظالمين، ففيه التحذير من إيذاء الصالحين. لو طردهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكان من الظالمين، فتطردهم وتكون من الظالمين، فدل على أنه يجب احترام أهل الخير وأهل الطاعة وأهل الذكر لله عز وجل، ولو كانوا فقراء لا يملكون من الدنيا شيء، ولا يغتر بالكبار والعظام في أنفسهم وما عندهم
من زهرة الدنيا ما يغتر بهذا، أنها هباء منثور. فالعبرة بالإخلاص، يريدون وجهه، يريدون ربهم بالغداة والعشي، يريدون وجهه، هذا الإخلاص. نعم. السادسة عشرة، حسن النية في ذلك ليس عذرا. اي نعم، الرسول ما هم بمنعهم من مجالسة هؤلاء، ما هم بذلك إلا تأليفا للكفار لعلهم يقبلون الدعوة. هذا حسن نية من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حسن النية لا يبرر الخطأ. فمن أخطأ ولو كانت نيته حسنة فإنه لا يعذر بذلك. من الناس من يقول الآن هؤلاء الذين يقعون في البدع والمحدثات تراهم عندهم نية طيبة، نقول إحنا ما ننظر للنية، ننظر إلى العمل، هل هو مطابق لما جاء عن الله ورسوله أو مخالف. أما النية فلا تكفي، ما تكفي النية. نعم. السابعة عشرة، أن منعهم الجلوس مع العظماء في مجلس العلم هو الطرد المذكور. ما هو يطردهم بالعصا أو لا، منعهم، مجرد منعهم، ولو لم يزجرهم، ولو لم يتخذ شيئا يعني يكسر خواطرهم، هذا هو الطرد. مجرد قوله لا تجلسوا مع هؤلاء إذا جاءوا إلي، اجلسوا معي في وقت آخر، هذا سماه الله طردا، مع أن الرسول ما طردهم بعصا أو بكلام قاسي، لا. نعم. الثامنة عشرة، ذكر فتنته سبحانه بعض خلقه ببعض. نعم، كذلك فتنا بعضهم ببعض، فتنا بعضهم يعني جعل بعضهم فتنة لبعض، يبتلي المؤمن بالكافر ويبتلي الكافر بالمؤمن. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون كان ربك بصيرا. والله يبتلي العباد بعضهم ببعض، يبتلي المؤمنين بالكفار، يمتحنهم بالكفار، ويبتلي الكفار بالمؤمنين أيضا. نعم، حكمته سبحانه وتعالى، فتن بعضهم ببعض. لماذا فتن بعضهم؟ ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا. يقول الكفار أهؤلاء الضعفة من المسلمين الفقراء من الله عليهم من بيننا، نحن أعظم منهم ونحن أحسن منهم. نعم، الله من عليهم بالإيمان، مو بالمظهر ولا بالنسب ولا بالمكانة والمنزلة. نعم، عدها. الثامنة عشرة، ذكر فتنته سبحانه بعض خلقه ببعض. خلصنا من هذه. نعم، ذكر بعض الحكمة من ذلك. الحكمة من ذلك، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم، يحتقرون فقراء الصحابة، يقولون كيف هالفقراء الله يمن عليهم من دوننا ونحن أعظم منهم مكانة وأعظم جاه وأعظم. نعم. العشرون، أن من ذلك رفعة من لا يظن الناس فيه ذلك. نعم، هؤلاء فقراء ما أحد يظن أنهم لهم مكانة ولهم منزلة عند الله، ما أحد يظن هذا، لكن الله جل وعلا أخبر أن لهم منزلة عنده، وأنه من عليهم بالهداية وأكرمهم بذلك. فليست المسألة في المظاهر، وإنما المسألة في الحقائق وما في القلوب. نعم. الحادية والعشرون،
أن الدين إن صح فهو المنة العظيمة التي لا تساويها منن الدنيا. سمى الدين منا، هؤلاء من الله عليهم من بيننا، إن أولى بالمنة، لأننا أشراف ولنا مكان عند الناس. هؤلاء فقراء ما لهم مكان عند الناس وليسوا معروفين، كيف أن الله يمن عليهم من دوننا؟ هذا استنكار منهم، استنكار منهم. يقولون نحن أولى بالمنة. طيب ما فعلتم السبب؟ هم فعلوا السبب فمن الله عليه. والدين والإيمان منه من الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والله ما يعطي هذا إلا لمن يعلم أنه أهل لذلك ويعلم ما في قلبه. نعم، الله لا ينظر كما في الحديث، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا الذي ينظر الله إليه. نعم. ثانية والعشرون، أن من الفتنة حرمانه سبحانه من لا يظن الناس أنه يحرمه. نعم، هؤلاء أكابر وأشراف لهم مكانة وأبة، الناس ما يظنون أن الله يحرمهم مع أن الله حرمهم ولم يمن عليهم مثل ما من على هؤلاء الضعفة. ليه؟ لأن الضعفة انكسروا لله وافتقروا إلى الله وخافوا من الله، وهؤلاء أعجبوا بأنفسهم وتكبروا وراوا أن لهم منزلة فوق الناس، فالله جل وعلا حرمهم من المنة. نعم. الثالثة والعشرون، المسألة العظيمة الكبيرة، وهي الاستدلال بصفات الله على ما أشكل عليك من القدرة، لأنه سبحانه رد عليهم ما وقع في أنفسهم من استبعاد كون الله حرمهم وخص هؤلاء بالكرامة. أي نعم، الاستدلال بصفات الله، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ففيه الاستدلال بصفة الله وهي العلم، أن الله لما علم من قلوبهم الشكر لله والخوف من الله ورجاء ما عند الله من عليهم. نعم. الرابعة والعشرون، جلالة هذه المسألة، وهي مسألة علم الله، لأنه سبحانه رد بها على الملائكة لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الآية، ورد بها على الكفار الجهال في هذه الآية كما ترى. نعم، الله جل وعلا رد على الملائكة لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيده، ولما أمر الملائكة بالسجود له وأخبرهم أنه سيجعل في الأرض خليفة، خليفة يعني من يأتي بعد ناس مضر يصلح في الأرض بعد الذين أفسدوا فيها، وهو آدم عليه السلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة ما عرفوا من أهل الأرض إلا الفساد، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله جل وعلا: إني أعلم ما لا تعلمون. يعلم من آدم عليه السلام وأنه صالح لهذا المنصب وهي الخلافة في الأرض، وأنه مصلح وليس مفسدا. الله يعلم ما لم تعلمه الملائكة، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. كذلك في هذه الآية، هؤلاء من الله عليهم من بيننا،
قال الله جل وعلا: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالذي منحهم هذا هو شكر الله عز وجل. الله يعلم من قلوبهم أنهم شاكرون، أنهم منيبون إلى ربهم، فلذلك من الله عليهم بهذه المنقبة العظيمة. نعم. الخامسة والعشرون: أنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان منكر البعث أن الله سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعها، والأشعرية يزعمون أنه لا يفعل شيئا لشيء. نعم، هذه مقارنة بين مذهب الأشاعرة في نفي الحكمة. الأشاعرة ينفون الحكمة وهي من صفات الله سبحانه، هم ينفونها. ليه؟ يقول: لو أثبتناها فمعناها أنها أثرت في الله ففعل أو خلق بسببها، والله لا يؤثر عليه أحد. يعني فلسفة باطلة، الله لا يؤثر عليه أحد، إنما يخلق لمجرد يخلق ويأمر وينهى لمجرد أنه هو الرب لا لحكمة، لأن الحكمة معناه أن الله لا يفعل شيء إلا لشيء، والله يفعل ما يشاء. كذا يقولون. هذا جدال عقيم، كلام باطل. فالله فعل هذا لحكمة، وهو أنه علم من هؤلاء أنهم شاكرون له سبحانه وتعالى. والحكمة وضع الشيء في موضعها، الله وضع في هؤلاء الكرامة لأنه يعلم أنهم يصلحون لها، وحرم غيرهم لأنه يعلم أنهم لا يصلحون لها. فلا يفي رد على الأشاعرة الذين ينفون الحكمة عن الله، تعالى الله عن ذلك. والأشاعرة هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، أبي الحسن الأشعري، وهذا العالم كان معتزليا في أول الأمر، كان على مذهب المعتزل، ثم إنه ترك مذهب المعتزلة، ترك مذهب المعتزلة لما رأى بطلانه، وانتقل إلى مذهب الإمام أحمد، كما ذكر ذلك في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وفي كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وفي كتابه رسالته إلى أهل الثغر، أنه على مذهب الإمام أحمد في الأسماء والصفات، وأنه ترك مذهب المعتزلة. ولكن أتباعه الذين يزعمون اتباعه لم ينتقلوا معه إلى مذهب أهل السنة، بقوا على مذهب الكلابية، بقوا على مذهب الكلابية، وهم ينتسبون إلى أبي الحسن، وهذا الانتساب غير صحيح، بل هم من أتباع ابن كلاب. فالإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تراجع وأعلن براءته من المعتزلة في الجامع بعد صلاة الجمعة، أعلن براءته من مذهب المعتزلة، انتقل إلى مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق إلى قوله وهو الحكيم الخبير فيه مسائل تجاوب بها من أشار عليك بشيء تصير به مرتدا. نعجل هذا إلى الدرس. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: هل قراءة القرآن تذهب السيئات ولو قل التدبر؟ قراءة القرآن فيها فضل، لكنها لا تنفع صاحبها إلا مع التدبر، بدون تدبر لا تنفع صاحبها. نعم. أثابكم الله. قال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، الآية. يستدل بعضهم بهذه الآية بجواز الخروج للجهاد بلا إذن الإمام، فما معنى الآية وهل هذا الاستدلال؟ الله لا يستأذنك، الله يقول لا يستأذن، من هو اللي يستأذن؟ ها؟ من هو يخاطب الله جل وعلا؟ لا يستأذنك، كيف يقولون هذا؟ فدل على أن الذي يأذن في الجهاد أو يأذن في تركه هو ولي الأمر، لأن الرسول هو ولي الأمر، وكذلك من يقوم بعده. شوف هالاستدلال الأعوج، نسأل الله العافية. نعم. جاءوا بحجة عليهم، لا يستأذنك، دل على أن الذي يستأذن في الجهاد والخروج ويستأذن للعذر أيضا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام ومن يأتي بعده من ولاة أمور المسلمين. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما صحة من ما يقوله البعض أنه لا يصح الدعاء بطلب المطر، وإنما يدعو الإنسان بطلب الغيث، لأن كلمة المطر لم ترد في القرآن إلا في العذاب، وكلمة الغيث لم ترد؟ هذه أسوأ من اللي قبله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أغثنا، ويصلي صلاة الاستسقاء ويدعو بعدها: اللهم أغثنا غيثا مغيثا، إلى آخر الدعاء. الرسول طلب الآن، وموسى عليه السلام استسقى لقومه، وإذ استسقى موسى لقومه قل نضرب بعصاك الحجر انفجرت منه اثنتا عشرة عينا. الرسول استسقى طلب السقيا، ما قال اللهم أمطرنا، قال اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الفراسة تكون مبنية على سابق دربة، أم هي تأتي هكذا من الله؟ الفراسة هذه من الله سبحانه وتعالى، يؤتيها من يشاء من عباده يتفرس في الأمور. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، هؤلاء هم المتفرسون المتوسمون، يتوسمون في الأشياء والأشخاص ويستنبطون أنه يمكن يكون كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة أصيبت بالعين ورأت في المنام رجلا يأمرها بالرقية الشرعية وقراءة سورة يوسف، فهل تقرأ أم أن ذلك بدعة؟ الرؤيا ما يثبت بها حكم شرعي، ما يثبت الحكم الشرعي إلا بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول، بعد وفاة الرسول انتهى التشريع، فلا يؤخذ من الرؤيا إثبات حكم شرعي. إذا جاءك واحد بالرؤيا وقال افعل كذا افعل كذا، إلا ما في تشريع إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين أبناء الظهور وأبناء البطون في اصطلاح الفقهاء؟ أبناء الظهور أولاد الصلب، وأبناء البطون أولاد البنات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر معاليكم في درس سابق حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهناك حديث آخر: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فكيف نجمع بين ذلك؟ أمر المسلمين يعنيك يا أخي، أمر المسلمين يعنيك وتهتم به، إنما أنك تهتم بشيء ما له فائدة أو ليس من شؤونك تتدخل فيه، هذا هو الممنوع. نعم. أثابكم الله.
يقول السائل: معلوم أنه يجزئ في الأضحية من الإبل ما بلغ 5 سنين، فهل معناه أن تستكمل 4 سنين وتدخل في الخامسة، أم لا بد أن تستكمل 5 سنين وتدخل في السادسة؟ لا بد من 5 سنين، لا بد تستكمل 5 سنين، فالأضاحي يجزئ فيها من الضان ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الوالدة كانت حامل في الشهر 4، وهي ما تدري أنها حامل، وجاءت توقظ الوالد لصلاة الفجر وهو صاحي، وقالت له: ترى أرشك بالماء. نعم. وضربها بيده على بطنها وهو ما عنده علم عن الحمل، وبعده أسقطت ووجدوا علامة 3 أصابع على كليتي الطفل، فما الحكم على الوالد؟ كم عمر الطفل؟ كم عمر الحمل؟ يقول الشهر 4. الشهر 4، إذا دخل في الشهر 4 نفخت فيه الروح، فيكون قتله خطأً، عليه الكفارة على الوالد صيام 2 شهر متتابعين، لأنه قتل الحمل خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل في حق المسافر الذي يقوى على الصيام ولا يجد مشقة الصيام ولا يجد مشقة، هل الأفضل في حقه الصيام أم الفطر؟ الفطر أفضل، يجوز له يصوم، ولكن الفطر أفضل أخذا برخصة الله عز وجل. الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: لدي عامل في بقالة، فهل يجوز أن أعطيه راتبا شهريا ونسبة من الأرباح معا؟ لا لا، تعطيه الراتب الشهري هذا اللي بينك وبينه، شرط بينك وبينه، وتشجعه تعطيه زيادة أيضا من مالك، لا بس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يقوم للصلاة يوم الجمعة قبل دخول الإمام للخطبة للتنفل، هناك من يقوم للصلاة يوم الجمعة قبل دخول الإمام للخطبة للتنفل، وهم في الأساس جالسون في المسجد قبل هذا الوقت، فما حكم هذا العمل؟ نعم، يعني يستحب أنه يكثر من الصلاة قبل دخول الإمام، يتنفل ما شاء، وله أنه يجلس ثم يقوم يصلي ثم يجلس، ما في مانع. نعم. هذا نفل مطلق، ما هو راتبة للجمعة، لكنه من النفل المطلق. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل في هذا الزمان العزلة أفضل من الاختلاط بالناس بحجة كثرة الفتن؟ العزلة فيها تفصيل، إذا كان اختلاطه بالناس للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنفعة الناس وتعليم الناس، فالاختلاط أفضل له. وإن كان ما عنده مجهود، ما عنده مجهود من هذه الأمور أو لا يحسن، فالاعتزال أفضل، لأن اختلاطه ضرر بلا فائدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تتبع المساجد المهجورة للصلاة فيها وقراءة القرآن بحجة أنها بيوت الله ولا تهجر، وما هو العمل في هذه المساجد المهجورة؟ المهجورة معناها ارتحل أهلها ولم يبقى فيها أحد، فهذه ما يتتبعها الإنسان لأنها انتهت بانتهاء أهلها، لا يتتبع، ما ورد هذا أنه يتتبع المساجد المهجورة، ما ورد هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسح على العمامة مرة واحدة أم نفس الرأس يبدأ من مقدمة الرأس ثم العودة؟ مثل مسح الرأس تماما، يبدأ من مقدمة رأسه ويمرهما إلى قفاه، يعني يديه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه،
سواء مسح على الرأس مباشرة أو مسح على العمامة. ذكر ابن القيم رحمه الله أن المسح على العمامة له ثلاث صفات: أنه يمسح على ما ظهر من مقدم رأسه ثم يكمل على العمامة، هذه واحدة. أنه إذا كانت العمامة ساترة لكل الرأس يمسح على كل العمامة، أنه إذا لم يكن عليه عمامة فإنه يمسح الرأس مباشرة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ماذا يفعل طالب العلم إذا كان من آل البيت بالنسبة للطعام الذي يوزع لطلبة العلم وكذلك الكتب التي توزع مجانا؟ هذا يأخذه لسبب. إذا كان يفعل السبب الذي من أجله جعل هذا الشيء طعام لطلبة العلم، الكتب لطلبة العلم، يأخذ منها مثل غيره، يأخذ منها مثل غيره، لأنه يأخذ هذا بعمله. مثل إذا استعمل الإمام واحدا من أهل البيت لجباية الزكاة فإنه يأخذ على جباية الزكاة، لأن هذا في مقابل عمله. نعم. والعاملين عليها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تأخير توزيع الإرث؟ نعم. يقول: ما حكم تأخير توزيع الإرث؟ هذا حسب الورثة. إذا الورثة رأوا تأجيله، تأجيل قسمته، لا بأس. إذا طلبوا فإنه يقسم بينه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند الاغتسال هل يتوضأ أم ينوي الوضوء بقلبه للجنابة وغيرها؟ عند الاغتسال هل يتوضأ أم ينوي الوضوء بقلبه للجنابة؟ توضأ، يعني الأفضل أنه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل بعد الوضوء غسلا كاملا. وإذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال للجنابة فله ذلك، لقوله يدخل الأصغر في الأكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن الأفضل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يستنجي، يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل. وإن توضأ وأخر غسل رجليه إلى بعد الاغتسال فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في كتاب حياة الصحابة؟ هذا من كتب التبليغيين اللي يهتمون بالفضائل فقط، فضائل الأعمال، ولا يهتمون بالعقيدة والتوحيد، يهتمون بفضائل الأعمال فقط، مذهب الصوفية. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أداء العمرة عن والدي العاجز عن العمرة مع العلم أنه قد اعتمر؟ ما اهتموا بأن الصحابة جاهدوا في سبيل الله، ذكروا جهادهم، ما اهتموا بأن الصحابة تعلموا التوحيد وأخلصوا العبادة، ما اهتمون بها، إنما اهتمون بالفضائل فقط. نعم. يقول السائل: أثابكم الله، هل يجوز أداء العمرة عن والدي العاجز عن العمرة علما أنه قد اعتمر؟ هل يجوز أداء العمرة عن والدي العاجز عنها؟ يعني إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام وهو عاجز عن مباشرتها فإنه يوكل من يعتمر عنه، ابنه أو غيره، يوكل من يعتمر عنه عمرة الإسلام. ما إذا كان يقدر في نفسه ولو محمولا، يعني يقوى على الحمل يحمل، فإنه يجب عليه أن يباشر العمرة بنفسه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا كان جاري لا يصلي في المسجد فكيف أكرمه؟ قبل إكرامه تدعوه إلى الصلاة وتخوفه بالله وتنهاه عن التأخر عن صلاة الجماعة قبل الإكرام، هذا هو إكرامه في الحقيقة، إكرامه في الحقيقة مناصحته
لمحافظة على الصلاة في المسجد مع الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم صاحب البهيمة الأنعام أن يحسب الولادة لبهائمه متى حتى تكون صالحة للضحية إذا أراد أن يبيعها؟ هل يلزم صاحب بهيمة الأنعام هل يلزم صاحب بهيمة الأنعام أن يحسب الولادة لبهائمه حتى تكون صالحة للضحية؟ هذا يعرف بأسنانها، ينظرون في أسنانها ويعرفون، يعرفونها بأسنانها أهل الخبرة، ما ينظرون إلى متى ولدت، ينظرون إلى أسنانها ويعرفون. نعم. ثابكم الله، ما حكم الدخول في شركة براتب من دون العمل في الشركة بحجة السعودة؟ ما يجوز هذا، هذه حيلة وكذب، هذه حيلة وكذب على النظام، هذا من أخذ أكل المال بالباطل بدون عمل، هذا أكل المال بغير حق. نعم. أحسن الله إليكم، هل حكم تعاطي القات أقل شأنا من تعاطي الدخان أو هو أكثر من ذلك؟ لا، هو أشد، القات أشد من الدخان، كلاهما محرم، كلاهما مفتر، كلاهما خبيث الرائحة، كلاهما سبب للأمراض، ولكن القات أشد من الدخان في الأضرار. نعم، فهو أولى بالتحريم. نعم. ثابكم الله، يقول السائل: ما المقصود بقول العلماء قول الصحابي حجة، وهل يأثم من خالف قول الصحابي إذا لم يخالف الدليل؟ مجرد قول الصحابي ما هو حجة وحده، إذا أجمع الصحابة على شيء إذا لم يخالفه صحابي آخر، قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر. نعم. صلى الله عليكم. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. وأيضا شرط ثاني هو أن لا يكون فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن هناك دليل من الكتاب والسنة يؤخذ بقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من الصحابة. نعم. قول السائل: قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الآيات، يقول: ما هو تفسير هذه الآية وما معنى النفوذ؟ تفسيرها واضح، أن الرجل يقوم على المرأة بالإنفاق عليها وإسكانها وصيانتها وحفظها من الضياع، وينفق عليها، من القوامة الإنفاق عليها أيضا. نعم. وهو راع عليها ومسؤول عنها يوم القيامة، يعني ما يتركها تخرج وتطلع وتروح لأين تشاء، هو المسؤول عنها. نعم. صلى الله عليه وسلم، يقول: ما معنى النشوز؟ النشوز هو معصية الزوجة لزوجها في العشرة، إذا امتنعت من فراشه هذا نشوز. نعم. وهل الهجر يسبق الوعظ أم لا بد من الترتيب كما هو وارد في الآية؟ كما في الآية: كما فهجروهن فعظوهن، أول شيء الموعظة، فعظوهن، إن لم تجد الموعظة هجروهن في المضاجع في الفراش، ثم إذا لم يجد الهجر اضربوهن ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا حتى تتأدب. نعم. يقول: هل هناك مدة للهجر؟ إلى أن تتوب وترجع، ما دامت ناشز فإنه يهجره، يستمر في هجرها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: في قوله تعالى: جاعل في الأرض خليفة، هل يدل على أن هناك من كان قبل آدم من المخلوقين؟ بلا شك، لا شك أن الأرض منذ خلقها الله
وفيها سكان، ولكن حصل فيها وفيها الشياطين وفيها جن، حصل فيها فساد. الله جل وعلا جعل آدم خليفة يصلح فيها، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة، سأل الملائكة عن أسماء هذه الأشياء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اعترفوا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسماء، فلما أنبأهم عند ذلك تبين لهم فضل آدم عليه السلام. نعم. جزاكم الله. يقول السائل: انتشر في بعض البلدان ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية. هذه لا أصل لها، هذه باطلة، هذه لا أصل لها وهي باطلة، ما في برمجة عصبية. نعم. وانتشر في برامج التواصل الاجتماعي دعاء بأنه يوقظ لصلاة الفجر: اللهم لا تؤمني مكرك ولا تنسني ذكرك ولا تجعلني من الظالمين. لا دليل على ذلك. أحد يجيب دعاء ما ورد في الشرع، هذا بدعة، ما ورد دليل لهذا. لكنه عند النوم يقرأ آية الكرسي والإخلاص المعوذتين، ويستعيذ بالله من الشيطان، وينام على جنبه الأيمن، وينوي القيام لصلاة الفجر. فإذا فعل هذه الأشياء وفقه الله وأيقظه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الضابط في حكم إسبال الإزار؟ لأننا سمعنا بعض الناس يقول: لا بأس إذا كان بدون خيلاء. الله العافية. الإسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، من البشت، من السروال، من الثوب، من الإزار، كله. لكن إذا كان معه خيلاء صار العذاب أشد، يصير إسبال وخيلاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اشترط الزوج على زوجته الحجاب الشرعي ثم رفضت بعد ذلك الحجاب فناصحها فلم تستجب، وكذلك رفضت المحافظة على الصلاة، فهل من حقه طلب الطلاق؟ من حقه طلاق، الطلاق بيده، ما يحتاج يطلق. إذا لم تصلح فإنه يطلق. إذا كانت ما تصلي، إذا كانت ما تحتجب، فإنه يطلقها لمعصيتها لله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. بعض المؤذنين قبل أن يبدأ الأذان يقول بصوت مرتفع: بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذا من السنة؟ لا، ما يقول قبل الأذان شيئا، لئلا يختلط مع الأذان ويظنونها الناس أنه من الأذان. لا يقول قبل الأذان شيئا. نعم. تبارك الله. يقول السائل: هل يدل مظهر الإنسان على صلاح أو فساد ما في الباطن؟ نعم. هل يدل مظهر الإنسان على صلاح أو فساد ما في الباطن؟ مسألة ما هي في المظاهر، المسألة في القلوب، في القلوب، والقلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه. لكن على المسلم أنه يحسن مظهره، على المسلم أنه يحسن مظهره ولا يكون مشوه المنظر، يتجمل: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يظهر أثره، أثرها عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز إطعام أهل الباطل بحجة الدعوة؟ إذا كان هذا يؤثر فيهم ويتألفهم، طيب. نعم. هل هناك فرق بين العقيدة السلفية والمنهج السلفي؟ العقيدة في القلب، وأما المنهج فهو السلوك ونحو العمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط الخمر الذي يحرم استعماله؟ لأن هناك ما هو ضابط الخمر الذي يحرم استعماله
لأن هناك من يستنشق الغرى فيسكر بها وغيرها، فهل تسمى خمرا؟ ما في شك، كل مسكر خمر، قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام من غرى وغيره. نعم. أثابكم الله. يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم مطرنا بفضل الله ورحمته، هل فيه دليل أن المطر لا يلزم أن يكون عذابا؟ قد يكون عذابا وقد يكون رحمة، المطر يكون عذابا ويكون رحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله يجعله رحمة. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول إذا اختلف العلماء أو بعض العلماء في تبديع رجل واحد بأن يقول أحد المبتدع والآخر يقول من أهل السنة، فماذا يفعل العامي؟ وهل صحيح أن يستعمل قاعدة الجرح والتعديل؟ يا أخوان، الجرح والتعديل للمحدثين، ما هو لكم كلام في الناس، وفلان طيب وفلان ما هو طيب، هذا نميمة وغيبة، ما هو جرح وتعديل. جرح والتعديل في علم الحديث، علم الإسناد والرواة، وهو للمحدثين ما هو لعموم الناس. والتبديع ضابطه من عمل بالبدعة أو أحدث البدعة، من أحدثها أو عمل بها، ولو لم يحدثها فهو مبتدع. نعم. من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه ولو لم يحدثه هو، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. أثابكم الله. يقول هل من السنة في الأذان وضع السبابة في الأذن، وهل تحريك الرأس إلى اليمين عند قول حي على الصلاة؟ هذا من سنن الأذان. نعم، وضع الأصبعين في الأذنين، لأن بلالا كان يفعل هذا حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من سنن الأذان أنه يلتفت الحيعلتين يمينا وشمالا، حي على الصلاة يلتفت يمينا، حي على الفلاح يلتفت شمالا. نعم، برأسه. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل ورد أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل قول اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ إيه نعم، الصلاة على النبي أول شيء، اللهم صل على محمد، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة إلى آخره. نعم. ثابكم الله. يقول السائل يشترط بعض الناس على من ينقل المعلمات أن تكون معه زوجته ويقولون معك محرم. أحسن، إذا كانت معه زوجته تخاطب النساء ويخاطبنها في حوائجهن، هذا أسلم وأحسن، ما في شيء. نعم، تكون وسيط، تكون زوجته وسيط بينه وبين النساء. نعم. صلى الله عليكم. هذا آخر سؤال، ما حكم عمل الوليمة بعد الانتهاء من حفظ القرآن الكريم؟ لا بأس بذلك، شيء طيب، تشجيع لحافظ القرآن الكريم، فرح وسرور بذلك، لا بأس. نعم. صلى الله عليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم خيرا.